السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في خامس جلسات اللقاء الصيدلاني فارماتيليجنس نتورك. هذا اللقاء الذي يأتي برعاية من مجموعة من الشركات والمستودعات والصيدليات الصيدلانية، رعاة ذهبيون مستودع أدوية الإيمان ومستودع أدوية ابن خلدون وشركة السلالة العشبية الدكتور سمير الحلو ومنتجات ديس بورال ومدينة الشوكولاتة، وكذلك الرعاة الفضيون مستودع وسم للأدوية وصيدلية باب عمان. أما بالنسبة لشركاء النجاح معنا في هذه الفعالية كشريك علمي لهذه الفعالية ار بي سيز اكاديمي، وكشريك إعلامي لهذه الفعالية ار بي سيز تيم، وشريك تقني شركة سوفت تاك. نحن في هذه الجلسة تحديدا نستضيف خبيرة وطبيبة، يعني نحن نقدر الوقت الثمين التي او الذي اعطتنا اياه في هذه المحاضره الدكتوره شادة العواوده. دكتوره خبيره جدا في مجال التجميل والعنايه بالبشره وامور كثيره سنعرفها باذن الله تعالى خلال هذه المحاضره. دكتوره شادة، احنا سعيدين جدا بتواجدك معنا، عذرا للتاخير، تفضلي الكلمه لك. أول إشي أنا كتير مبسوط أني معاكم، أوكي؟ ودائماً أنا بحب أشارك يعني زملائي الصيادلة بالمعلومات وأتعلم منهم ويتعلموا مني. بالآخر نحن تيم واحد، والهدف دائماً أنه نخدم مريضنا ونعطيه أحسن خدمة ونعطيه أحسن فائدة سواء بالأدوية أو بالإجراءات التجميلية. هلأ بالنسبة لنا اليوم رح نحكي عن الكوزموتيك إنجكتابلز، كل شيء بينحقن بالوش رح نحكي عنه. هلا هاي الانجكتابلز بشكل عام كعلم وكتجميل ظهر بالفترة الأخيرة لأنه الناس ما بتحب كتير الإجراءات الجراحية بسبب إنه في داون تايم والحياة كتير صعب إنك أنت تاخذ كتير عطل فيها. الإجراءات هاي بسيطة عادة، ما فيها كتير مشاكل وكومبليكيشنز، مع انه لازم ننبه على كم من شيء. وكمان لانه الناس اتجهوا هلا كثير بحبوا الجمال والمظهر له كثير دور مهم، حتى يعني بيعكس على شخصيه الواحد. طبعا دائما بنحكي اهم شيء الشخصيه مش الجمال، لكن كمان اذا الواحد بحب يهتم بحاله هذا شيء كثير منيح. هلا اللي بدي احكيه بالكوزموتيك انجكتابلز، ما بعرف إذا بتقدروا تشاركوني أو لا، أو إذا هم بيقدروا يشاركوا بأجوبة، إنه شو هو أكتر كوزموتيك إنجكتابل مشهور جداً وأول وأكتر كوزموتيك إنجكتابل بينحقن بالعالم؟ هو البوتوكس، أوكي؟ البوتوكس هو أو البوتشيلينيوم توكسين، بس أشوف السلايد. البوتشيلينيوم توكسين هو عبارة عن بيوريفايد بروتين، هذا البروتين الهدف منه إنه يرخي العضلة، أوكي؟ اللي بيشتغل عليه إنه هو بيوقف الأسيتيلكولين ترانسميترز، أوكي؟ فبالتالي بتوقف الحركة لأنه ما بيصل الأسيتيلكولين للنيرف إندينجز، وبالتالي العضلة بترخي، فبالتالي بشد الجلد. وهاي أهم أبليكيشن بالتجميل لإلها، بمعنى إنه نحن بنستخدمها بكل مناطق العضلات الحركية اللي هي عضلة الكشرة والجبين والضحكة، فالثلث الأعلى من الوجه أكثر أبليكيشن البوتوكس بتكون فيه. ليه نحن بدنا نوقف العضلات وليه ما بدنا الحركات التعبيرية هاي كتير تظهر؟ لأنه هي بتتحرك بتتعوض لا تجاعيد ثابتة، يعني بتتحول من تجاعيد تعبيرية لا ثابتة، وبالتالي بتعطينا عمر. كمان هاي العضلات لما تتحرك بقوة، خاصة عضلة الكشرة زي ما انتم شايفين بالصورة، بتعطي كتير تنشن للواحد وبتعطي سيريس لوك، وكيف بس ترخي هاي العضلات بيكون الواحد مبين عليه تعب أقل، ويعني بتكون العضلات أريح والوجه بيبين أريح. العضلات اللي مشهورة هي عضلة الكشرة والجبين زي ما انتم شايفين بالصور والضحكة، لكن البوتوكس الابليكيشنز تاعته كتير 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 أكتر من هيك. في كتير إله أوف ليبل يوزز، أي عضلة بالجسم نحن ممكن نستغل هذا البوتوكس ونستخدمه فيه. مثلا احنا بنستخدمه للمنتاليس او عضلة الدقن عشان ما يعطينا هذا الدمبلينج لوك اللي بيصير مع العمر وبيكون مبين مثل قشرة البرتقان الدقن مع العمر. شغلة تانية لعضلات الرقبة عشان يشدها وبالتالي يقلل من سحلان الوجه وتهدل الوجه مع الوقت. كمان احنا بنستخدمه بالضحكة اللثوية، نحقنه بالليفيتر مسل عشان الضحكة اللي بتكشف عند اللثة
تخف، ممكن نضيف معاه الفيلرز عشان يعطينا لوك احسن. وكمان له كتير ابلكيشنز تانية ميديكال مثل المايجرين او الصداع النصفي. كيف بنستخدمه بالصداع النصفي؟ انه نحن بنحقن العضلات اللي عاده بصير فيها انقباض قوي لما تصير الاتاك تاعت المايجرين، وبالتالي بترخي هاي العضلات فبالتالي الصداع بخف. في نسبه كتير من المرضى بتحسنوا مع البوتوكس لما نحقنهم بوتوكس للمايجرين. العضلات عادة حقن المايجرين بيكون شوي مختلف عن حقن للتجميل، بتكون الدوزز شوي أعلى وبتكون الحقن طريقته ديبر أكتر، بندخل بالمصل نفسها. ومش بس نحن بنحقن بعضلات الوجه بالثلث الأول، ممكن نمد للرأس، ممكن للرقبة. كيف بتيجي الأتاك تاعت المايجرين؟ إحنا بنمشي معاها. كمان من الأشياء اللي بنستخدمها زي ما حكينا، كل العضلات اللي بتتحرك نحن بنقدر نشتغل عليها. مثلا نحن بنشتغل كمان بالفيشيال بارسي أو بالشلل النصفي اللي بيصير بالوجه مع العصب السابع، بنرخي العضلات اللي اوريدي ما انشلت، فبالتالي بصير توازن بشكل الوجه وبتصير الوجه أريح ومبطل مبين كتير الأسيمتري اللي بتصير مع العصب السابع. كمان من الابليكيشنز اللي بنستخدمها للنوز، اوكي، انه احنا نخفف الفلير اللي بصير في ناس بس تضحك او بس تحكي، بصير انفهم ينفش مع الحركه. هاي العضلات نحن كمان ممكن نحن نوقفها بالبوتوكس. النوز تيب ممكن نحن نرفعه شوي بالبوتوكس، بس عن طريق ان نوقف العضله الخافضه للتيب تاع الانف. كمان نحن ممكن نستخدمه بشيء نحن بنسميه ميزوتوكس، انه نحن نحل هذا البوتوكس لتراكيز كتير خفيفه، بدل ما نحقنه بالعضله نحن نحقنه بالجلد بكميات بسيطه جدا، فبالتالي يستخدم للميني ماسلز او الحركات اللي بتصير بالوجه. ف بيريح الوجه كتير، مثلا بالمسامات بتتضيق المسامات معاه لما نحقنه كتير بشكل سطحي. مرضى الروزيشيا اللي هم مرضى الوردية بيكون عندهم أوعية دموية وشعيرات دموية، أول ما يصير حرارة أو تغير بالجو أو يعصبوا تفتح هاي الأوعية الدموية وبتصير تعطيهم هبات كتير حامية. ممكن إحنا نستخدم البوتوكس عشان يوقف حركة هاي الأوعية الدموية، فبالتالي تخف عليهم حبات الروزيشيا. كمان بالمصل تنشن أو مثلا بالصداع اللي بيصير مع انقباض العضلات، الناس اللي بتوجعهم رقبتهم كتير، توجعهم كتافهم كتير وما تحسنوا بالعلاج الطبيعي، ممكن نحن نضيف البوتوكس بدوزز معينة ونساعدهم بهذا الإجراء. فزي ما أنتوا يعني سامعين قديه هو ممكن يستغل ويستخدم بإجراءات كتير. طبعاً عارفين إنه هو أول ما بلش كان بمرضى الشلل اللي بيصير شلل الأطفال والشلل النصفي وغيرها، يستخدم لما تكون العضلات كتير قوية ومنقضة برخيها وبالتالي بريح المريض، وإحنا بعدين استغلناه بالتجميل. هلأ هل في منه مشاكل لما نحن نحقنه بطريقة غلط؟ نعم ممكن يصير منه مشاكل، مشاكله مش كتير عظيمة إلا إذا كانت حوالين العيون. هلأ مثلا إذا نحقن حوالين العيون بطريقة غلط وراح على عضلة غلط، ممكن إنه هو يرخي جفن العين، ممكن إنه هو يرخي كمان الجفون، فبالتالي يصير في جفاف بالعين، وهذا الجفاف ممكن يستمر لأشهر لأنه طول الوقت ما هي مفاتحة العين زيادة راح يضل ما يقدر المريض يسكرها وبالتالي يصيبه جفاف. لكن ما في ميجر بروبلم منه، بس طبعا لازم يكون حقنه باجراء طبي بحدا تريند مظبوط على انه يحقن البوتوكس. نيجي للديرمال فيلرز او الاجراء التجميلي الثاني المشهور جدا. الفيلرز من فيلنج، اوكي، انه نحن بنعبي، فهو جيل لايك سبستانس. هذا الجيل سبستانس بيكون موست كومونلي هو هايلورينيك اسيد، لكن كمان ممكن يكون مواد تانية زي مثلا البوليلاكتيك اسيد، الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت، هدول انواع فيلرز تانية من الكالسيوم. البوليلاكتيك اسيد اللي هي ماده بتحفز الكولاجين بطريقه كبيره، وكمان ممكن يكون من الدهون، وزمان كانوا يستخدموا السيليكون. اوكي، الديرمال فيلرز في منها نوع دائم اللي هو هلا تقريبا انقرض بالعالم، ونحن ما بنفضله بالمره لانه على المدى البعيد ممكن يعمل تدرنات بالجسم. كمان اذا صار منه حساسيه ازالته بتكون كتير صعبه، وبس بتكون عن طريق الجراحه. الشغله الثانيه انه صعب جدا انه نحن نضيف اجراءات تجميليه ثانيه. الفيلر المؤقت هو الفيلر المحبب والفيلر الاحسن، واشهر ماده هي الهايلورينيك اسيد.
بالفيلرز هذا يعني إذا بدنا نحكي كل المحاضرة هاي أهم كلمة تسمعوها. الفيلرز لازم يكون أخصائي طبيب يعمل هذا الإجراء، لازم يكون كتير تريند، ويفضل إنه يكون جلدية، جراحة تجميل، جراحة وجه وكفين، وجه وفكين، الناس اللي إلهم كتير بجراحة الوجه وبتركيبة الوجه، لأنه إجراء هذا إذا انحقن بطريقة غلط وتدخلت هاي المادة على شريان أو عند مكان عصب ممكن تعمل مشاكل كتير كبيرة. وهذا اللي نحن عم نشوفه بالعيادات، مثلا لا سمح الله إذا انحقن تحت منطقة العين بطريقة غلط ممكن إنه يؤدي إلى العمى، إذا انحقن بالأنف بطريقة غلط كمان ممكن يروح لشرايين تانية ويعمل مشاكل. فبالذات الفيلرز لازم يكون حدا كتير تريند اللي يحقنه. هلا زي ما بتشوفوا انتم يعني بالسوق الاردني وبالعيادات وبالهذا كتير الناس صارت الاخصائي والغير اخصائي وكله بيحقن، امزحوا بكل شيء الا بالديرما الفيلرز، الا بالفيلرز، لانه الفيلرز اي كومبليكيشن منه ممكن تكون كارثيه. وياما بنشوف بالعيادات سواء من الالتهابات او من الاثار الجانبيه زي التدرن بالجلد او من التقرحات اللي بتصير بالجلد او لا سمح الله اللي ممكن توصل للعمى. فهذه النقطه كثير كثير مهمه. هلا الفيلرز كمان الهايلورينيك اسيد نفسه كثير انواع، عشان هيك زي ما بتشوفوا انه بيكون كثير في فاريابيليتي بالاسعار. طبعا بيرجع هذا الشيء لنوع الفيلرز، لجودته، للطبيب قد ايه هو تريند وبيمارس هاي الـ يعني الحقن بطريقه بروفيشنال، كمان بيرجع ل يعني خبره الطبيب وكمان لطريقه الى الابلكيشنز بالحقن. مثلا المناطق معينه بالوجه بيكون بس حدا يعني أطباء معينين بس بيقدروا يعملوها، مش كل مكان، مش كل حدا بيقدر يعملها. هلأ الكتير مشهور بالفيلرز إنه نحنا منعبي فيه الخدود وبنرفعهم، منعبي فيه الشفايف وبنحددهم، منعبي فيه تحت العين فبيقلل كتير مظاهر التعب، منحدد فيه الفك، أوكي، وهاي كتير هلأ صاير ترند إنه الناس كلها بتحب الفك عندها كتير شارب، أوكي، بس كمان هو كتير بيساعد على إنه يزيد جمالية الوجه ويزود من تناسق التقطيع والمعالم اللي بالوجه، وكمان هو أنتي إيجينج رائع، أوكي، وحتى بس يدوب الفيلرز إذا انحقن صح مستحيل يرجع المريض زي أول أو المريض أول، أكيد بضل أحسن حتى بس يدوب 100%، لأنه إله خصائص إنه طول هاي الفترة هو بيشتغل ضد الجرافيتي، خاصة إذا اشتغل يعني انحقن صح، وكمان لأنه بيحفز بناء الكولاجين بالفترة اللي بيدوب فيها. إذا أنتم شايفين هون حددنا الفك، رفعنا الخدود وحددناهم، فالمراجعة أخذت ينجر لوك، أوكي، فريش لوك أكثر بكتير. نيجي للإنجكتبلز الثانية اللي هاي يعني ممكن إنه تكون كتير أخف، أوكي، وأضرارها كتير أقل، اللي هي نحن بنسميها الميزوثيرابي، البليتلت ريتش بلازما أو البلازما، وكمان السكن بوسترز. هلا الاشياء اللي رح نحكيها بعد هي اللي بتحسن السكن كواليتي، يعني البوتوكس بيرخي عضلات فبشد الجلد، الفيلرز بيرفع الوجه بمليه بيساعد انه يشد البشره، البلازما والميزوثيرابي والسكن بوسترز هدول الهدف منهم مينلي انهم يحسنوا طبيعه الجلد. اشهر اجراء كان موجود بينهم هو البلازما. هلا البلازما سمبلي انه نحن بناخذ تركيز الصفائح الكبير، اوكي، بكمية بلازما بسيطة. هاي الصفائح لها خصائص إنه فيها growth factors وعوامل نمو، ونحن بنحقنها بأماكن معينة بالجلد، بالندب، مكان الحروق، أوكي، مكان التصبغات، وبتساعدنا إنها تحسن طبيعة الجلد. للأمانة في كتير variability وdebatable إنه قد إيه البلازما هي منيحة ولا هي بتفيد ولا هي ما بتفيد. بدي أحكي لكم فيها نقطتين. أول إشي بيرجع قد إيه هي فعالة لنوع الكت، بمعنى الأداة اللي بنستخدمها لفصل البلازما والصفائح مهمة، بمعنى في مرات بيكون التيوب كتير زي التيوب اللي بيكون موجود بالسنتريفيوج العادي، أوكي، هذا ما بيعطينا التركيز الصح من الصفائح، كمان هذا بيخلط الكريات الدم البيضاء مع الصفائح، وإحنا ما بدنا كريات الدم البيضاء لأنها هي بتزيد الالتهاب بالجلد،
اما التيوبس اللي بتكون عن جد بروفيشنال ومخصصه لاحقا للبلازما بتكون قادره على انها تفصل اكبر كميه من الصفائح بتركيز قليل من البلازما، يعني بتجمعهم كلهم بكميه قليله. الشغله الثانيه من خصائصها انه هي غير انها بتركز المكان بتقلل تعداد الكريات الدم البيضاء الاقل لمت، فبالتالي هذا بيقلل انه يصير اثار جانبيه من حقن البلازما. البلازما عادة بنتجنبها بالناس اللي عندهم أمراض مناعية وعندهم أجسام مضادة كتير بجسمهم، زي مثلا مرضى الروماتيزم، مرضى الذؤبية، بنتجنب إنه نستخدم فيهم البلازما. وكمان البلازما عادة في ستاديز كتير إنه بعد المينوبوز أو بعد سن معين بتبطل هالقد فعالة، لأنها بتعتمد على عوامل النمو اللي موجودة أصلا جوانا وهي بتقل مع الوقت. انا عاده بستخدمها كاد اون ثيرابي، يعني مثلا بحب كثير قد ايه هي بترطب، قد ايه هي ممكن تساعدنا بالهالات السوداء اللي سببها كثير تعب، مش الهالات السوداء اللي سببها سواد. الشغله الثانيه انه هي ممكن تساعدني كمان مع الفراكشنال ليزرز ومع تقطيع الالياف بتحسين طبيعه النمو. نيجي للميزوثيرابي، اللي هو شو الميزوثيرابي؟ هم عبارة عن انجكتابلز. هدول الانجكتابلز بيكونوا فيتامينز، انزيمز، هرمونز، مينرالز، بلانت اكستراكت. بدل ما نحن نحطهم بطريقة موضعية نحن بنحقنهم حقن، فبالتالي بيعطينا الفائدة بطريقة أكبر. مثلا المادة المذيبة للدهون لما نحقنها، الانزيم هذا المذيب للدهون لما اللي اسمه لايبيز، لما نحقنه نحن بالدهون هو بيذوب الدهون بطريقة فعالة. مثلا فيتامين سي اللي هو نحن بنستخدمه بطريقة موضعية، إذا نحن حقناه بالتصبغ أو بالجلد بيعطينا فعالية أكبر. هون بدي أنبه على شغلتين، الميزوثيرابي في منه انواع ما بتنحقن بس بتستخدم مع اجهزه معينه زي الديرما بان او المايكرونيدلينج، يعني مع ابر دقيقه بس بتشيل الطبقه المتقرنه من الجلد وبنحطها بطريقه موضعيه. هاي الميزوثيرابي لو نحن حقناها وهي ما بتنحقن ممكن تعمل لنا التهابات بالجلد وتدرنات بالجلد، وممكن تعمل تفاعل كتير سيء بالوجه، وهذا للاسف كمان شيء كتير بنشوفه. انا اللي لما استخدم الميزوثيرابي بكون كتير حريصة على انه هذا النوع ممتاز، هذا النوع كتير مجرب، اوكي هذا النوع شفته بمؤتمرات وشفته ب يعني جربوه كتير ناس قبل، اوكي فبالتالي انا متأكدة انه ان شاء الله ما بيعمل لي مشاكل، مع انه ممكن طبعا اي حدا يتحسس من اي مادة بس بيكون الغالبية ما رح يتحسس وما رح يصير معهم إشي، فبدكم تتنبهوا كتير. للأسف في كتير ناس تحقن مواد حتى ما بتكون ميزوثيرابي، بتكون مثل السيرمز جوا الجلد ومنشوف منها كوارث بالعيادة، فبدنا ننبه على هاي الشغلة إنها تكون الميزوثيرابي سي إي أو على الأقل مصرح إنه يحقن جوا الجلد ويكون كتير مجرب. هلأ شو هي كمان الانجكتابلز الثانية؟ الثريدز، الثريدز او الخيوط، انه نحن بنستخدم خيوط معينه عشان نرفع الوجه، اوكي فبالتالي بدل ما المريض يعمل مثلا فيس ليفت جراحي وهو ما بيغني 100% عن الجراحه، بنستخدم خيوط نحن بندخلها بالجلد فبالتالي بنرفع هذا المكان، وكمان ممكن ندخل فيه خيوط صغيره صغيره عشان تحسن طبيعه الجلد اللي هي بنسميها المونو ثريد. فالخيوط نوعين أو ثلاث أنواع، أول إشي إحنا بنقسمها أول تقسيمة اللي هي خيوط دائمة جراحية دائمة وخيوط غير دائمة. دائماً إحنا بنفضل نوعاً ما الغير دائم، لأنه لو صار منه مشاكل ممكن إنه إحنا نسحبه، ما في بالآخر رح يدوب، لو حتى ما نحط بطريقة صح ممكن نتخلص منه، لكن الثريدز الدائمة ما بنقدر نشيلها إلا جراحة. كمان بنقسم الثريدز لليفتنج ثريدز اللي هي الخيوط الكبيره اللي بترفع الوجه والجلد، وفي المونو ثريدز اللي هي بتنحط بالجلد عشان تحسن طبيعه الجلد. هلا راح افرجيكم بس حاله للثريدز الليفتنج ثريدز انه كيف نحن حقناها تقريبا من هاي المنطقه، وبنرفعها بالمناطق العلويه من الوجه الثابته، فبتسحب المنطقه كامله اوكي وبترفع الوجه، وكمان بنستخدمها لمناطق تحت الذقن كمان عشان ترفع المنطقه. اوكي فهاي النوع الليفتنج ثريد، والنوع الثاني بنحطه مرات بالندى، بنحطه بالناس اللي عندهم تجاعيد دقيقه لتحسن طبيعه الجلد. اخر شيء راح احكيه من نوع الانجكتابلز هي السكن بوسترز. السكن بوسترز هي نفسها ماده الهايلورينيك اسيد لكن بتكون نون كروسليد، يعني
الهايلورينيك اسيد نحن بنقسمه لنوعين، نوع الروابط فيه كتير كتير قوية، هذا اللي بنسميه كروس لينك هايلورينيك اسيد، بيعمل شكل مثل الجل اللي هو الفيلرز، اوكي؟ فبيعمل فيلينج وبيطول كتير، بيقعد سنة، 6 شهور، سنة ونص، سنتين، حسب نوع وحسب قوة الروابط والكثافة بينها. وفي نوع تاني بيكون مكسر، ما في روابط بين الهايلورينيك اسيد، هذا بنسميه نحن السكن بوسترز. اللي كتير منيح فيه انه الهايلورينيك اسيد هو جزيء كتير له خاصيه انه بيسحب المي حواليه، فبالتالي بيساعد بترطيب الجلد وبيحسن طبيعه الجلد. هاي السكن بوسترز في منها كتير اسماء بالسوق، مثل مثلا البروفايلو، مثل الاس لاين، مثل الرويال ووتر، اوكي، مثل الريستالين، هدول في كثير سكن بوسترز كلهم نفس الفكره، هم هايلورينيك اسيد بتراكيز متفاوته، الهدف منها انها تحسن طبيعه الجلد وترطبه. فبالتالي مثلا نحن بنستخدمهم للناس اللي عندهم جفاف شديد، عندهم كثير خطوط تعبيريه وخطوط بالوجه وجفاف فيها، بدنا نحسن طبيعه جلدهم لانها سيئه كطبيعه، عندهم ندب نوعا ما كثير بوجههم فبدنا نحسن طبيعتها لما نشتغل ليزرز. كمان ممكن نستخدمهم للناس اللي عندهم اكزيما حتى وجفاف شديد وما عم بتجاوبوا على الكريمات، فبنعطيهم السكن بوسترز بجلدهم بزيد ترطيبه، فبالتالي بتقل عندهم هبات الاكزيما. هدول هم بشكل عام كل الكوزموتيك انجكتابلز بشكل مختصر كتير. انا حابه اسمع من اسئلتكم عشان يعني انا ما عرفت بالضبط شو حابين انتم تسالوا، فبدي اسمع منكم. حطيت لكم اخر سلايد بس هذا الفيسبوك اكاونت تاعي والانستغرام، في كتير بيكون في فيديوز توعويه اذا بتحبوا تحضروها، وان شاء الله عيادتي راح افتتحها قريبا بشارع الخالدي بعماره 57. بتشرف فيكم جميعا، واي شيء بدكم اياه ابعثوا لي على صفحتي واهلا فيكم. يعطيك العافية دكتورة شادو. الله يعافيكم. دكتورة قبل ما نسأل أي شيء، من بعد إذنك متى موعد افتتاح عيادتك؟ إن شاء الله بواحد أربعة برمضان، إن شاء الله هو 2/4، واحد أربعة رح يجي يوم جمعة بعمارة 57 إن شاء الله بشارع. طبعاً طبعاً أنتوا أهل بيت. انتوا عن جد متخيلين انا قد ايه بحبكم وبحب الصيادله بشكل عام، بحب قد ايه انتوا متعاونين معي، يعني دائما نحن بنتعلم من بعض، ودائما بدي انبه على نقطه، انتوا بتشتغلوا انتوا يعني كيف يعني بتكونوا دعم لنا، فبالتالي بالصيدليه لما ترنوا علينا تستفسروا عن شيء بحب لما يكون مثلا الصيدلاني واعي كثير بنبهنا، ممكن احنا نكون غلطانين بجوز، حتى ممكن ما نكون غلطانين ونشرح للصيدلاني ليه احنا اعطينا هذا الاشي، بحب دائما يكون في بيننا تعاون ونحن نفيد بعض ونعلم بعض، فهذا اشي كثير منيح. الحمد لله انا بالخالد كثير مرتاحه بانه كل الصيدليات اللي حوالي متعاونين وبنشتغل كلياتنا كتيم عشان نخدم بالاخر المريض، بالاخر احنا همنا كله انه يكون مريضنا مرتاح والمراجع عندنا مرتاح وماخذ احسن خدمه واحسن فائده. ما شاء الله دكتورة الله يكرمك، يعني احنا بنحكي لما بتنعطى الشهادة لشخص بيستحقها فعليا هيك دكتورة شذى العوابدة تبارك الرحمن. يعني احنا اصلا لما تعرفنا على حضرتك واحنا في كلياتنا صيادلة من القطاع الصيادلة قطاع المندوبين، يعني انا دائما لما حتى كنا نسأل ممكن تدلونا على دكتورة جلدية او دكتور جلدي مباشر دائما كانت عندنا دكتورة شذى هي الفيرست تشويس في كل شيء. ما شاء الله دكتورة. رح نسمح لهم بأسئلة بس معلش انا بدي اتطفل بسؤال في البداية دكتورة. هلا الله يسعدك، الهيالورينيك اسيد والكولاجين بشكل عام احنا انت حكيت انجكتابل، قد ايه فائده الشخص انه ياخذهم اورالي سواء كان تابلت مثلا او كان على شكل سوليوشن او كريمات او كريمات، قد ايه هذا الشيء بفيد؟ معلش تحكي لنا عنهم دكتوره اذا سمحتي. هذا نقطه كثير 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 مهمه. هلا الكولاجين هو اصلا كجزيء كثير كبير، فمنطقيا هو صعب كثير يصير له امتصاص سواء كدواء موضعي او كاورال تريتمنت بالفم، لكن للامانه نحن عم نشوف نوعا ما فائده منه لما يستخدم. هل هذا الشيء لانه الكولاجين بيكون معاه اضافات ثانيه بالكريمات فبيعمل هايدريشن للجلد او لا؟ ما بنعرف، لكن لما نحضر نحن مؤتمرات كثير بيركزوا انه قد ما يكون الكولاجين
منيح صعب جدا يصير له امتصاص. لكن نصيحة، إذا نحن رح ناخذ كولاجين سواء موضعي أو بالفم خاصة، بالفم اختاروا هايدرولايزد كولاجين، يعني كولاجين مكسر، هذا بيزيد احتمال إنه يصير امتصاص. وحاولوا تختاروا المارين كولاجين، يعني اللي أصله من السمك، لأنه كمان يعني عليه دراسات إنه امتصاصه ممكن يكون أحسن. نيجي للهايلورينيك أسيد. الهايلورينيك أسيد ديفينيتلي كدواء موضعي ممتاز، ممتاز جدا لشغلتين. إنه الهايلورينيك أسيد له خاصية بالترطيب، أوكي، فهو بيرطب كتير منيح وبيعمل مينيمال إكسفوليشن بالجلد، فبالتالي بجدد البشرة. فكمرطب الهايلورينيك أسيد واحد من المرطبات الممتازة، فبالتالي أي إشي فيه ترطيب منيح هو نوعا ما أنتي إيجينج. أما بالنسبة للهايلورينيك أسيد أورالي برضو كمان ديبيتابل، لأنه كتير بتكسر بسرعة، فهل فعلا نحن بنستفيد منه أو لا لما ناخده أورالي؟ ديبيتابل، لكن أكيد كدواء موضعي هو ممتاز. تمام، طيب دكتورة، ناخذ من الأسئلة اللي انطرحت. أنا أرسلت رسالة، إذا حابين تطرحوا أسئلة. دكتورة بتنصحي بالفيلر للهالات السوداء تحت العين، علما أنه ممكن يكون السبب وراثي، يعني مش إرهاق أو تعب؟ هلا بشكل عام الفيلرز تحت العين بينفع لما يكون في تجويف تحت العين، بغض النظر التجويف وراثي او مع العمر ومع ترهل البشره ومع النحف، الفيلرز بينفع بس اذا كان في تجويف. اذا ما عندنا تجويف تحت العين ما رح ينفع الفيلر، وما في علاج لتجويف تحت العين الا ان نحن نحقنه فيلرز. طبعا بحقن الفيلرز لازم يكون حدا زي ما اتفقنا تريند، لانه اذا انحقن بطريقه سطحيه بيعمل إشي نحن بنسميه تندال افكت. اذا عندكم لاحظتوا في ناس حقنين تحت عينهم بيكون في زي زراء تحت العين ونفخه، اوكي، هذا بيكون السبب انه ما انحقن بطريقه صحيحه، حقن بطريقه سطحيه مش بالمكان الصح اللي هو بيكون عميق عند الغدد الدهنيه تحت العين. فبتمنى اني اكون جاوبت على السؤال. تمام. طيب دكتورة، ناخذ سؤال آخر. إبرة النظارة للبشرة لازم 4 مرات في السنة ولا هاي خرافة وبتضر؟ إيش؟ بس كمان إبرة النظارة. ما في شيء إيش؟ بيحكوا ناخذها 4 مرات في السنة؟ لا، هو ما في شيء إشي لازم بالبشرة، يعني بالآخر نحن بنحكي إنه هذا بالآخر بيورلي تجميل. مرات بيجي عندي مثلاً مراجعين تحكي لي دكتورة أنا ما بقدر أعمل البوتوكس بهذا السعر، مرات بدي أعمله هيك لأنه في أوفر بمكان تاني. بحكي لها بالآخر هذا اسمه تجميل، ما في إشي اسمه لازم ولازم أعمله. شغلة تانية مهمة، يا بتعمليه بمكان منيح بكمية صح، مادة موافق عليها من هيئة الغذاء والدواء بجرعة صح، يا ما بتعمليه بالمرة بيكون أحسن من إنه تنضري. الشغلة التانية المهمة، إبر النضارة كتير حلوة ومنيحة وبتعطي هايدريشن ونضارة للجلد، لكن إذا إحنا بنلتزم بروتين ممتاز للبشرة ممكن نستغني عنها، خاصة إبر النضارة اللي هي البوسترز، السكن بوسترز وهاي الأشياء. لو عملناها كتير منيح، لو بس ما في لازم أعملها 3 مرات بالسنة، لازم أعملها 2 مرات بالسنة، لازم أعملها الآن. كل ما عملناها أكثر أحسن، يعني ما إلها ليمت، ممكن أعملها كل شهر وأخذ نظارة لسه أحسن وأحسن، ممكن أعملها 2 مرات بالسنة، ممكن أعملها كل أسبوعين حتى، ما في مشكلة. فما إلهم بروتوكول خاص، مع إنه كل شركة بتحاول دائما تعمل لحالها بروتوكولز anyway، بس المهم إنه لو نلتزم نحن بروتين للبشرة ممكن نستغني عن هذا الإشي، إنه نمشي على بروتوكول معين. كل ما عملناها أكثر أكيد أحسن، خاصة السكن بوسترز وإبر النضارة لأنها كتير حلوة وكتير بتعمل هايدريشن للجلد، بس أكيد ما إلها بروتوكول ولا لازم أعملها. تمام، يعطيك العافية دكتورة. دكتورة، في سؤال من صبية بتحكي مرطبات البشرة عادي نستخدمها تحت العيون ولا ممنوع؟ يعني احنا عارفين انه في مرطبات البشرة عادي نستخدمها تحت العيون ولا لا؟ اوكي، هلا تحت العادي يكون في خاص كريمات خاصة لتحت العيون، فهذا اشي حقيقي يعني ولا عادي اي مرطب بيزبط؟ شوفي، هلا تحت العين هي منطقة نوعا ما حساسة، اذا كنتوا بدكم تستعملوا مرطب الوجه نفسه لتحت العين ما في مشكلة، إذا كان فراغرنس فري خالي من المواد العطرية، إذا كان ما في بجواته أحماض كتير، يعني كتير من الأحيان بيكون المرطب معه أحماض فواكه بنفس الوقت.
حاولوا تتجنبوا هاي الأنواع إذا راح تحطوها تحت العين. ودائماً بنحكي بالترطيب تحت العين، إحنا بنوصل هون أوكي، يعني لهاي المنطقة، ما برطب هيك أوكي، لأنه هيك راح يدخل بعيني ويحرقني. أنا برطب دائماً عند العظمة، لعند العظمة، وهيك راح يدخل الترطيب لجوا العين بدون ما أضطر أحط هون، فبالتالي يدخل جوا عيني وأخذ كتير إريتيشن لمنطقة تحت العين. ودائما جربوا، دائما جربوا، يعني مثلا إني أنا خايفة وحابة أستخدم المرطب تاعي، مش قادرة أجيب مرطب للعين ومرطب للوجه، أحطها على هاي المنطقة زي تست أوكي، وبشوف حالي كم من يوم، ما تحسست يبقى الأمور منيحة، تحسست منه ببطل أستعمله. كل إشي دائما جربوا قبل على منطقة صغيرة بوجهكم، أي كريم حتى بتجيبوه جربوه على منطقة صغيرة قبل ما تحطوه على الوجه كامل. تمام. ناخذ كمان سؤال، بس ما شاء الله الأسئلة كثير كثير دكتورة. فرصة يا جماعة، فرصة. والله فرصة لا تعوض، تسألوا يعني طبيب الجلدية بمواصفات دكتورة شذا وفور فري وتجاوبكم. بالضبط، مجانا يعني. تفضلي دكتور روبا. الله يسعدك. عم يسألوا الميزو بوتوكس بيعطي نتيجة للخطوط عند العين؟ الميزو بوتوكس، سمعت صح؟ البوتوكس اوكي، بشكل عام حوالين منطقه العين هي منطقه شوي ريسكي، لسبب اذا احنا اعطينا البوتوكس بكميه كبيره بهاي المنطقه ممكن يسحل الجفن، فنحن بنعمل ميني بوتوكس اوكي، يعني جرعات قليله جدا حوالين العيون بتخفف الخطوط تحت العين، بس لازم تكون مش كمية كبيرة، وما لازم نخفي كل الخطوط. شغلة تانية كمان احنا بنشتغله بتكنيكس بنسميها open eye technique، مرات في ناس كل ما تضحك بتقفل عيونها على الآخر، فنحن بنحقنه على الجنكشن، على ثلاث مناطق حوالين العين بنوسع فيها فتحة العين، بس زي ما حكينا ميني بوتوكس اوكي، كميات بسيطة جدا وبطريقة معينة، تكون سطحية جدا وبالضبط على أماكن معينة حتى ما يصير أثر جانبي أوكي، فبينحقن بس بجرعات مدروسة جدا، وبيخفف الخطوط بس ما بيخفيها تماما، وبيوسع فتحة العين شوي. تمام. كمان سؤال، تصبغات تحت العين إيش ممكن نعالجها وكيف ممكن نعالجها؟ تصبغات تحت العين من الأماكن، من الأشياء اللي كتير صعبة بالعلاجات، خاصة لما يكون السبب وراثي، وإلها كتير كتير أسباب. إذا كان أول إشي السبب لازم نسأل، يعني دائماً كل مريض شكل، بمعنى أول إشي بنسأله عن الوراثة، الشغلة الثانية بنسأله إذا عنده نقص حديد، عنده جيوب أو مشاكل بالأنف، لأنه منطقة تصريف الأنف أوكي إذا تسكرت بصير في كتير دم مش مأكسد تحت العين فبزيد السواد، إذا هذا المريض بيسهر كتير بيضل على الشاشات كتير فبالتالي ما بترمش عينه ولا بتصرف الدم صح تحت العين، إذا عنده مثلاً مشاكل حساسية حوالين العين وبضل يفرك حوالين عينه، هاي كل الأسباب بالأول بنستبعدها ومنعالجها لو كانت موجودة، وبعدها إذا كان السبب بس بيورلي وراثي مثلاً نبدأ بعلاجات موضعية ممكن للهالات السوداء، إذا ما تحسنت بنروح للميزوثيرابي، إذا كان السبب كتير جفاف بنروح للبلازما أو السكين بوسترز، إذا كان السبب وجود تجوير بنحقن تحت العين الفيلرز، فهذا بطريقة يعني مبسطة. تمام دكتورة، إيش رأيك بحقن الدهون الذاتية؟ حقن الدهون الذاتية هو واحد من أنواع الفيلرز اللي نحن ممكن نستخدمها، اللي منيح فيه إنه ديمومته نوعا ما عالية، يعني ممكن يقعد من 3 إلى 5 سنين. في شغلتين فيه، ما تستخدموه إلا إذا كان الفقد كتير 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 موجود بالوجه، يعني نحن بنحتاج أكثر من 10 إبر بالوجه فمضطرين نحقن دهون. الشغلة الثانية نصيحة دائما، لا تحقنوا تحت عينكم دهون لأنه كتير شكله بيكون مش حلو، ولا بمنطقة الفم لأنه بيكون على صفار، غير هيك ممكن ينحقن تحت إشراف طبي بكميات زي ما حكينا بالدروس. في مشكلة تانية بالدهون، إنه الدهون هو كائن حي أوكي، يعني هي خلايا، فالخلايا ممكن تموت قبل بعض، يعني بعض الخلايا تموت شوي قبل الثانية، فهذا ممكن يخلق شوية أسيمتري بس يبدا يدوب الدهون، وهذا ممكن يتعدل بعديها بفيلر تاني، مثلا انه المراجعه عملت دهون بعدين بعد مثلا سنه بلش مكان شوي ضعف ومكان ممتاز، ممكن هي تحط فيلرز من نوع تاني
فوق الدهون زي الهايلوريك أسيد. فهو لبعض الحالات منيح، أنا مش كتير بحبه إلا لحالات معينة زي ما حكينا فيها الفقد كتير عالي وبحتاج كمية إبر كبيرة. طيب دكتورة، سؤال آخر، شو علاج السواد اللي عند المبسم، اللي عند الشخص اللي مثلا لما يبتسم بيكون في سواد معين عنده؟ أوكي، هلا السواد حوالين الفم له كتير أسباب، منها أسباب جينية. في ناس مرة مراجعة حكت لي إنه هذا الخط اللي موجود بتمها اسمه خط البداوي، إنه هو موجود بكل هي وكل قرايبها. أوكي، هذا إشي صحيح إنه إحنا منورث بجيناتنا أماكن بيكون فيها سواد زيادة، نحن بنسميها بالطب demarcation lines، إنه بيكون مثلاً خط زي أسود هيك عند التم، هالات سودة حوالين العين. في ناس إذا بتلاحظوا بيكون عندهم هاي المنطقة هيك فيها زي لطعتين لونهم أغمق، الدقن عندهم شوي أغمق، إيدنا مرات بتكون هاي المنطقة غامقة ومن جوا شوي فاتحة. هاي طبيعة بشرتنا بالشرق الأوسط، إنه نحن في عنا variability بالألوان، فممكن يكون السبب طبيعي. مرات بيكون السبب مكتسب، زي مثلا اذا بصير اكزيما كثير حوالين العين التوم، اذا بتستخدم كثير الميك اب والروج وهي الاشياء مع الكيميكالز بشكل عام والجفاف اللي بصير منها ممكن يسود منطقه حوالين الفم. الاكزيما حوالين الفم والجفاف بتزيد استخدام المقشرات بطريقه خاطئه بتزيد السواد. كمان التدخين ما ننسى كثير بزيد السواد بالشفايف وحوالين هاي المنطقه. فبالتالي دائما كل مريض زي ما اتفقنا شكل، اذا كان واحد من الاسباب اللي ممكن نحن نشيلها، اوكي بنشيلها مثلا دخان بنقولها توقف، اذا الاكزيما بنعالجها. اما اذا كان السبب جيني نحن بنعطي كريمات تفتيح بالاول، وطول ما هي بتستخدمهم رح تستفيد اكيد، لكن في احتمال يرجع اذا وقفنا استخدام. والترطيب مهم بهاي المناطق، بس طبعا المرطب بيكون خاص للبشره، يعني مثلا البشره الدهنيه تاخذ مرطب للبشره الدهنيه والجافه للجافه. واخر شيء اذا ما زبطت معاهم الكريمات نحن بنحقنهم بماده الميزوثيرابي اللي هي لها خاصيه كثير انها تفتح المناطق الغامقه. دكتوره شدة، كم ضايل معنا وقت ناخذ اسئله؟ نفس السؤال كنت راح لانه كميه اسئله كبيره صراحه. معاكم كمان. تفضلي دكتوره رضا، يلا تفضلي دكتور. في سؤال، شكرا دكتور عمار، هل استخدام الديرما بن او الرول بعمر العشرين بيأثر على استجابة البشرة بعمر الثلاثين علشان الكولاجين الموجود بالبشرة؟ هلا الديرما بن ما له عمر معين، اوكي يعني واحد عنده بورز مثلا كثير ممكن تستعمل الديرما بن من عمر صغير مع ميزو معين عشان تحسن طبيعة البورز عندها، أو إذا كان مثلاً عندها نبضة وبدها إن شاء الله من عمر 10 سنين بدها تستخدم الديرما بن عشان هاي النبضة بيصير، هو ما إله عمر معين. وطبعاً استخدام الديرما بن هي من الأشياء المنيحة ترى لبناء الكولاجين، بس زي ما حكينا إنه لازم يكون في بروتوكول معين. في ناس بتستخدمه بطريقة كتير عنيفة لدرجة ومتكررة، فما بتلحق البشرة ترجع تجدد حالها، فبالتالي بيجون عندهم تصبغات ومشاكل ورقة بالبشرة وهيجان. وفي ناس بتستخدمه بطريقه اجريسيف لدرجه تعمل التهابات بوجهها وحبوب وبتنمو بكتيريا فوق الوجه، فبدنا نستخدمها بطريقه صح. اوكي، وبالعكس هي لها انتي ايجينج افكت ممتازه كثير على المدى البعيد. طيب دكتوره شذا، من بعد اذا نكمل المده اللي بيضل فيها البوتوكس، وهل الجلد بيرجع لحالته مثل قبل ولا بيكون فيه تحسن ولازم يتكرر؟ اوكي، هلا البوتوكس بيقعد 4 إلى 6 شهور بشكل عام، في ناس بيقعد عندهم اكثر شوي وفي ناس عندهم بيقعد اقل شوي. يعني في ناس 3 شهور بيكون خلص فك البوتوكس وخلص، في ناس ممكن يقعد لحتى 8 شهور، بس بشكل عام هو 4 إلى 6 شهور. ما بيرجع المراجع زي اول، مستحيل، بيضل احسن من اول. الفكره انه في استدي كانت على الاثر تاع البوتوكس على المدى البعيد للوجه، لقيوا انه البوتوكس بيعمل انهبيشن لشيء بنسميه ماتريكس ميتال بروتينياز اللي هو واحد من الانزيمز اللي بيعمل ديجراديشن للكولاجين. فبالتالي المرضى اللي حقنوا بوتوكس لو مره في حياتهم كان الكولاجين عندهم بالجسم احسن، فبالتالي ما رجعوا زي اول. اكثر ناس بيحذروا هذا الشيء هم المراجعين نفسهم، مره على مره بيعرفوا انه ما بيرجعوا زي اول وبيضلوا احسن من البيز لاين تاعهم حتى لو مرت
سنين. كمان شيء لانه بنستخدم لانه البوتوكس بيساعد انه يبني كولاجين بالفتره اللي بيكون مستقر فيها الجلد، ما بتحرك الجلد، فبالتالي هذه، فبالتالي كل كولاجين بترسخ بضل موجود اوكي بفتره منيحه، وهذا شيء كويس. فبنستخدمه احنا كثير بالندب اوكي، لما يجي ندد مثلا لحد على جبينه، فبدل ما نحن تضل هاي منطقه حركه طول الوقت فتطلع الندبه فاتحه ومش منيحه، نحن بنثبتها اوكي عن طريق انه نحقن بوتوكس حواليها. فزي ما بتلاحظوا مثلا الندبه في الاماكن الثابته كثير احسن من الندبه بالاماكن المتحركه. لما تكون ندبه على مفصل اذا بتلاحظوا دائما بتطلع كبيره ومش منيحه، بس ندبه على منطقه ثابته بتطلع ممتازه، خط بالضبط بتكون. فنحن اي مريض حتى بينجرح مثلا جرحه كبيره بيجينا مثلا على العياده، اول شيء بنحقنه بوتوكس حوالين الندبه، وبشوف بعد فتره قد ايه انه ندبته طلعت ممتازه، وقلل احتمال انه الندبه هاي تعلم وتترك اثر او فسخه كبيره. فهاي كمان من الاشياء اللي نحن ممكن نستخدم فيها البوتوكس. وقلت لكم البوتوكس يعني من احلى الاجراءات التجميليه لما يجي، لما نفكر كيف ممكن نستغله. دكتورة، الميزوثيرابي قد ايه فعال مع الهالات اللي ممكن تكون وراثية؟ نعم فعال، لكن ممكن تتكرر، هذا المهم. عم يحكوا لنا انه احنا عم نسمع عن الدرمابن، هل هو نفس مبدأ الميزو ولا كيف؟ وممكن تحكي لنا شوي عن الدرمابن دكتورة؟ اوكي، الدرمابن اوكي، او التكنيك اللي هي المايكرو نيدلينج، هي بطريقة بسيطة انه نحن بنثقب الجلد عن طريق ابر اوكي. هاي الابر تعمل تروما بالجلد، التروما تعمل كولاجين، بمعنى انه نحن بعد سن 20 خلص بيوقف يبني كولاجين، عندنا ما عندنا كولاجين اوكي، ينبنى ويزيد. فكل ضربة على الجلد راح ترجع تنفض هالجلد انه يرجع يبني كولاجين. فالتروما هاي اللي بنعملها بالجلد بتحفز بناء الكولاجين، فبالتالي مثلا اذا عملناها للبورز بتضيق المسام، اذا عملناها على الندبة بشكل متكرر بتتحسن طبيعة الندبة، اذا عملناها على مكان فيه خطوط دقيقة مرة 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 بتحسن طبيعة الجلد. طبعا اطوال الدرمابن مختلفة، وكل مكان الدبث احسن اقوى، كل مكان فعال اكثر، بس كل مكان احتمال انه يترك تصبغات او مشاكل اذا استخدم غلط اكبر. المايكرو نيدلينج مش بس درمابن، كمان اللي هي هاي الإبر الدقيقة اللي بتهرش الجلد، ممكن تكون كديرمارول اللي هو بيجي زي مثل العجلة بيمشي أوكي وبيكون في إبر، ممكن يكون المايكرو نيدلينج بالراديو فريكوينسي إنه هاي الإبر يكون فيها جواها حرارة تدخل فتحفز الكولاجين أكثر وأكثر، وممكن تكون زي مثلا زي ديرمابريجن يكون الإبر هاي بس نكحت فيها الجلد مثل كحت أوكي. كل هاي التقنيات ممتازة جدا لأن التروما بتحفز الكولاجين. إذا ضفنا إلها إضافات بتصير أحسن وأحسن. مثلا لو أنا عملت هذا التثقيب ودخلت مادة دخلت جوا فحفزتني المنطقة أكثر وقللت لي التصبغات أكثر بيكون منيح. فهي مش ميزو اللي هي ديرمابين وذ ميزوثيرابي أوكي، إضافة مواد. يعني ديرمابين ممكن نستخدمه نحن عشان تدخل المادة أحسن. مرات أنا مثلا بخلي مرضاي اللي عندهم ثعلبة إنهم يعملوا ديرمابين أوكي للأريا اللي بدهم يرشوا فيها المينوكسيديل أو المادة العلاجية، لأني يعني بعرف إنها راح يصير لها امتصاص أحسن، فبالتالي تتحفز إنه الاستجابة تكون قوية أكثر. فنحن كتير بنستغله كمان بأشياء طبية مش بس جمالية. خلصنا؟ تفضلي دكتورة روبا. والله يا دكتورة ما خلصنا، يعني قد في معك مجال جد انه انت تجاوبي او لا، لانه احنا لهلا ربع ساعة يعني معنا. تفضلي دكتورة روبا. دكتورة، فيتامين سي للبشرة لما بيطبق على البشرة لفترة وبيتوقف، هل هذا الإشي بأثر على البشرة ولا بيزيد التجاعيد؟ اصلا فيتامين سي ككل يعني هل هو مفيد؟ فيتامين سي، فيتامين سي كتير حلو للبشرة أوكي، هو واحد من الأنتي أوكسيدانتس وبساعد بالتفتيح أوكي، لكن هو حمضي فبالتالي هو بنشف البشرة، فما بيستخدم بالبشرات الجافة إلا بكميات قليلة ولازم مع ترطيب أوكي، والبشرات الحساسة ممكن تتهيج منه، لكن هو من أحسن الأنتي أوكسيدانتس اللي ممكن تنحط على الجلد. البشرة الجافة والحساسة يستخدموه بس بحذر أوكي ومع مرطب.
تمام. كمان سؤال، هل بتنصحي بعلاج تساقط الشعر في البلازما؟ إذا كانت الحالة بتستدعي بنعمل بلازما عادة بالتساقط الوراثي وبالتساقط الكربي. أوكي، ممكن نستغل البلازما، بس مش هي فيرست لاين، هي سكند لاين أو ثيرد لاين. حتى مشكلة مثلا بيجينا مريض بيكون عنده تساقط كربي أو وراثي، فيتاميناته بالأرض، أوكي، وعنده مليون إشي، والمنابت بتغذي على الديرموسكوب وبتبلش البلازما. حرام، أوكي، لازم بالأول نحن نعالج السبب، اوكي، ونساعد بالبلازما، في عامل مساعد، عامل مساعد سكند لاين تريتمنت. اوكي، ممكن نبدا من اول لما تكون الحاله تساقط كثير قويه وانا بدي اعمل اكثر من شيء، بس اكيد مش هي بيور ثيرابي. اوكي، يعني بكون بعمل شيء معها ممكن. اوكي، فالمشكله انه في كثير استغلال، اوكي، بهاي الشغلات. يعني مثلا بكون مريض ثعلبي، بيجوا بيعملوا له بلازما اول شيء، طب اعطوه توبيك الحقه ليرتين وبستجيب عليه، حرام. فلازم كل شيء يكون تحت إشراف طبي وطبيب بخاف الله، هي هاي بصراحة. ودائما هي عامل مساعد ممتاز، لكن هي مش الفيرست لاين ولا البيور ثيرابي. طيب دكتورة، شو سبب وحدة التصبغات الحمراء بعد الحبوب؟ التصبغات الحمراء بعد الحبوب سببها إنه بيصير التهاب بالجلد، فبنسميها نحن تصبغات ما بعد التهاب. اوكي، علاجاتها بأدوية موضعية عادة. أول إشي إذا ما استجابت نهائيا بنعمل إلها ليزرز معينة بتطفي هذا الحمار، اوكي، ليزرز للون الأحمر. اوكي، فهي سببها الالتهاب اللي بيصير بالجلد من الحبوب نفسها. دكتورة، عم يسألوا على السواد حول الفم لو سمحتي. إيش؟ السواد حول الفم، يعني السواد اللي حوالين التم، كيف اه، انا نتعالج عشان؟ جاوبت قبل، عادة جاوبت بيسبب جاوبت السبب، اذا كان اكزيما بنعالج الاكزيما، اذا كان لا الدخان من في سؤال كان انه العلاج الاصفر او المقشر الاصفر. المقشر الاصفر او التقشير الاصفر هو نوع من انواع المقشرات الكيميائية. اوكي، في جواته احماض فواكه وبعض مواد التفتيح، كويس، اوكي، بيستخدم بالعياده وله كتير اثر حلو، لكن مش لكل الناس. مثلا كان عندها تصبغ سببه اكزيما، رحت عملت لها تقشير، بتروح الاكزيما بتزيد، بيروح السواد بيزيد. اوكي، فعاده كل مريض بنختار له الانسب. لو كان سوادها سبب تصبغات ما بعد التهاب، تصبغات حبوب، اوكي، تصبغات وراثيه حتى، وكان عندها الجلد بتحمل تقشير، طبعا هو واحد من العلاجات المنيحه. فهو كل واحد شكل، مش كل شيء بينفع لك بينفع لغيرك، طبيعه البشره بتحكمنا. دكتورة، هل حروق الشمس اللي بتصير في اليدين إيش الحل تبعها؟ الإيش؟ حروق الشمس اللي بتأثر على اليدين، يعني اللي بتصير البقع، الحرق على البقع اللي الغسيل. بتصير على الإيدين؟ يس، نعم، من الشمس. أوكي، بقع الشمس اللي بتصير على الإيدين اللي بتكون مثل النقط اللي بتصير بالكبار، هاي ملهاش إلا حل واحد، هو الليزر. أوكي، في ليزر معين بفتت الخلايا هاي اللي بتصير وبشيلها، الكريمات بتفتح لونها لكن ما بتشيلها، فإلها ليزر خاص اسمه كيو سويتش ليزر. طيب دكتورة، العلاج الأول للثعلبة، الإيش؟ العلاج الأول فيرست لاين للثعلبة. للثعلبة، هلا حسب نوع الثعلبة، الثعلبة الشاملة والكاملة علاجاتها بتكون بالفم، أوكي، أو علاجات بالأشعة. اوكي، طبعا بعد عمل بعض الفحوصات ونسأل السيرة المرضية وهاي الأشياء. لكن الثعلبة اللي بتكون جزئية علاجاتها ممكن تكون موضعية من كريمات مثلا محتوية على كورتيزون، أو كريمات مهرشة للجلد فبالتالي بتنهي المناعة وبيطلع الشعر، أو ممكن نستخدم لها حتى المينوكسيديل اللي هو نوع من أنواع البخاخات اللي بتزيد التروية الدموية للمنطقة. كل مريض بيكون شكل، بس يعني في أدوية موضعية. الإشي الثاني هو الحقن، حقن الكورتيزون بالبصيلات، مش حقن الكورتيزون بالدم، هذا بنكرهه كتير نحن، بس حقن الكورتيزون بالبصيلات بنستخدمه كعلاج من علاجات الثعلبة. الكورتيزون بالفم أحيانا بنضطر إلى عبال ما تشتغل الأدوية اللي الأقوى اللي هي المعدلات المناعية، ممكن نعطي فترة كورتيزون بالفم، مع إني أنا شخصيا ما بفضلها نهائي. دكتورة، في سؤال إنه لما بينعمل فيلر للجلد المترهل أو بعد العمليات أو الوزن الكبير وقص المعدة، هل هذا الإشي بيفيدني أعمل فيلر للجلد أو لا؟
هلا الترهل الكبير بالجلد حل بس العملية، إذا كان خفيف في أجهزة معينة ممكن نعملها تعمل لنا تايتنينج، التقشيرات بأنواعها بتحسن طبيعة الجلد وبتقلل الترهل شوي، مايكرو نيدلينج أو التثقيب الحراري هو واحد من العلاجات اللي كمان بتعمل تايتنينج للجلد، لكن بصراحة الترهل الكبير ما له حل إلا الجراحة. طيب دكتورة، علاج تشققات الجلد. تشققات من العلاجات اللي علاجتها صعبة لأنه هي عادة ما بتوصل مرحلة 100% تحسن. تشققات الحمراء مليون مرة أحسن من البيضة، ممكن نوصل فيها تحسن 80-90% إذا لحقت بسرعة المراجعة. نستخدم عادة نحن أدوية موضعية معنا مش كتير فعالة، بس بتكون مقشرات فيها فيتامين A أو جلايكوليك أسيد اللي هي أحماض الفواكه، وكمان بيكون فيها هايدريشن كتير، مرطبات. المرحلة الثانية إذا ما تحسنت within months، يعني بنستنى 2 3 بالكثير، لأنه ما بدنا إياها تقلب بيضة، إذا قلبت بيضة بيكون التحسن أقل، ممكن يعني 30-40% كتحسن بالأجهزة مش كثير. بنروح نحن للليزرز والمايكرو نيدلينج، التثقيب الحراري، حقن بعض المواد زي الميزو ثيرابي مع الديرما بين كمان ممتاز إلها. زي ما حكينا ممكن نوصل 80% تحسن إذا كانت بالمراحل الأولى وتكون حمراء. الكريمات دكتورة، مستحيل توصل أكثر من 30% تحسن. تمام. الكاستور أويل، زيت الخروع، هلأ في ناس عم يستخدموه يعني لتطويل الرموش أو للعناية بالرموش، هل زيت الخروع بيأثر على العين، بضرها ولا بينفعها، ولا هو مش كل خيار شيء، صحي؟ كل شيء بزيادة بضر، كل شيء ممكن يدخل العين زيادة بضر. هلا الكاستر أويل بيعطي لمعة منيحة للرموش، بصراحة ما بعرف إذا في دراسات عليه إنه عن جد بيطول الرموش أو لا، اوكي فما بقدر افتي انه عن جد بيفيد ولا لا، بس كل شيء بنحطه نحن على الرموش بالذات، اوكي لازم نحطه بالضبط على المنبت، نحاول ما نحط كمية كبيرة لانه اي شيء بدخل بالعين ممكن يؤذي. طيب المسامات الواسعة للبشرة كيف نعالجها؟ المسامات الواسعة هي مصارف للدهون، المسام انه يختفي وينتهي من العالم، يعني هاي امنيتنا بس ما بصير. اوكي البشرة الدهنية والبشرة المختلطة دهونها كتير، يعني غددها الدهنية كبيرة، فطبيعي انها تصرف هاي الدهون عن طريق المسامات، فبالتالي نحن بنقلل المسامات عن طريق انه نحن نقلل الدهنية، فكل المقشرات اللي فيها فيتامين اي وفيها احماض فواكه كتير منيحة، المايكرو نيدلينج، الليزرز اللي بينشفوا البشرة وبيساعدونا ويصغروا البورس كمان ممتازين، لكن ما في نتيجة دائمة. بعد ما نعمل الإجراءات لازم نحافظ على كريم لو مرتين بالأسبوع يقلل من دهنية البشرة، فبالتالي يحافظ على نتيجة المسامات الصغيرة. دكتور دكتور أنا في دكتورة، خلصت. تفضل دكتور في حسن. مجال الأسئلة؟ اسأل آخر سؤال ماشي. طيب هو بدي أحتار، أنا سؤالين شد أسئلة آخر سؤال. لا لا اسأل ماشي، اسأل سؤالين. أنا والله علي نفسي أضل اليوم كامل عندكم، بس عبد عمر بذبحني، لأن ابني بيشوفني بهاليوم من يوم كامل. والله يا دكتورة لو تشوفي كمية الأسئلة، يعني يعني ما شاء الله، بطلع شوي بنلاقي فيه 20 30 سؤال زيادة. خلينا نستغل الوقت، وربي يحفظ لك ابنك. ندب الجدري على الوجه، هل إلها علاج؟ نعم إلها علاجات. ندب الجدري على الوجه نحن بنعملها عادة ليزرز، أوكي الليزرز بتعطي تحسن لهاي الندب، مش بتختفي الندب إلا إذا كانت سطحية نوعا ما، بتتحسن هاي الندب، اسمها بوكس كار سكارز زي البوكسين، أوكي فبالتالي هي صعبة، إحنا بنحفها بالليزر أوكي وبنرفعها نوعا ما، ممكن نعملها تقطيع ألياف ونعبيها فيلرز، هاي من الإجراءات الحلوة لإلها، المايكرو نيدلينج، الدرمابين ممكن تحسنها لكن بدها كتير جلسات، بس بتتحسن أكيد بتتحسن. سؤال اسأل آخر كمان من عندي. طيب إيش بتنصحيهم استخدام كريم مرطب للبشرة الدهنية؟ بدناش إحنا ندخل في حوار الشركات، بس والله أنت أنا بحكي كطبيبة عن أكيد في إلك. الكريمات تاعت البشرة الدهنية، بس نصيحة تكون إما لوشنز أو جيل كريم، أوكي يعني خفيفة أو لايت كريم، أوكي فأي إشي مكتوب عليه لايت كريم، جيل كريم، أوكي جيل،
لوشن ممكن يكون مناسب للبشرة الدهنية، ودائما بحكي لمرضاي يجربوا جربوا. مرات انا ما بكون عارفة البراند، فبحكي لهم مثلا بشوف الكومبوننتس، اذا عرفت انهم مناح مناح، وبقول لهم دائما جربوا على منطقة حبيتوا اوكي، حسيتوا انه طلع لكم حب وضايقكم ما تكملوا. طيب افضل واقي شمس بنفس الوقت دكتورة ربما معلش اسمحي افضل لي، وقت بنفس الوقت ايش؟ افضل واقي شمس للبشرة الدهنية. افضل باقي واقي شمس نفس فكره الكريم، يكون اول شيء الاس بي اف تاعه 50 طبعا او اكثر. شغله ثانيه، جيل كريم دراي تاتش مكتوب عليه، دراي تاتش جيل كريم، لايت كريم او لوشن، هدول الخمس اشياء ممتازين. اذا كانت كتير بشره بتزيت انتبهوا يكون مكتوب دراي تاتش، لانه بيكون له ماتيفاينج افكت، بطف التزييت. تمام دكتورة، الضحك اللثوية أو اللي لما بيضحك اللثة كتير بتكون مبينة، هل البوتوكس فعال لها هاي الشغلة أو كيف؟ نعم فعال أوكي، بس في شغلتين فيها، مرات بنعمل بوتوكس لحال، مرات بنعمل بوتوكس مع فيلرز، مرات بتكون الحالة شديدة وبنحكي لها روحي سيرجري. هلا أنا ليه ما بحب السيرجري شخصيا؟ لسبب، إلا إذا كانت الحالة كتير شديدة، لأنه نحن مع الوقت تطول المسافة بين الأنف والفم معانا، هذا جزء من الإيجينج تاعنا أوكي، فهم لما يقصوها ويطولوا المسافة وراحت طالت مع العمر، إحنا زي كنا عملنا إيجينج زيادة لحالنا. فالضحكة، أنا من الناس اللي عندي ضحكة لثوية، بحط شوية بوتوكس بهاي المنطقة اللي هي اسمها ليفيتر ليبياي ألكينيزاي، العضلة اسمها عجبة أوكي، فهي بتروح بترخي. بس اللي عندهم مسافة بين أنفهم وفمهم كتيرة هيك بتصير، هيك بتصير مش حلوة بالمرة، بس ترخي، فبالتالي بحط لهم جرعة شوي بوتوكس وبكمل الباقي فيلرز أوكي، بتطلع بتجنن. والله يا دكتورة أنت اللي بتجنني، يعني الأسئلة ما شاء الله ما عم تخلص، صدقا ما عم تخلص. اسأليني كمان سؤالين، أنا بحبكم كتير والله مش شوي. الله يسعدك يا دكتورة، والله والله إحنا صدقا الأسئلة ما عم تخلص، يعني مش عارفة أراضي مين ولا أسأل سؤال مين. اسألي سؤالين عشوائي وممكن عملنا نسقنا لقدام مثلا كمان مواضيع. أكيد اللي تكون أكيد، مثلا خلوا مثلا نعمل لقاء يكون بيور لأسئلة، بالعكس أنا بستفيد أعرف إنه شو الكونسيرنز تاعتكم، أو شو حتى ممكن تكون مثلا زي لقاء يكون شو الأشياء اللي أنتم بتسألوها كتير بالصيدلية، شو الأشياء اللي بتحسوا إنه الطبيب إنه الصيدلاني بيحتاج يعرفها بالأشياء الدوائية بالصيدلية أو بالأشياء الجلدية. دكتورة في سؤال ملفت، إنه ما هو علاج الكلف بالنسبة لمرضى زرع الكلى كونهم مستمرين على العلاج المناعي؟ يعني الجماعة اللي بياخذوا أصلا أدوية مناعية وعندهم كلف، كيف ممكن يتعالج؟ هو الكلف اللي بده يخترع له علاج ما يرجع لازم ياخذ جائزة نوبل. الكلف بالتعريف هو مرض مزمن ذو انتكاسات، يعني مش بس عند مرضى زراعة الكلى، عند كل الناس، أي حدا بيصيبه كلف ممكن هذا الكلف يرجع، وبيرجع اكثر اذا بتعرض للشمس كثير او الصبيه بتاخذ كثير هرمونز واو سي بيز واشياء زي هيك اللي هي موانع الحمل، ممكن يرجع اكثر مع الاحمال كمان، وبمرضى زراعه الكلى لانه اوريدي بصير تصبغ بالجلد بزيد. بنقول لهم ثلاث اشياء، خذوا كثير مضادات اكسده اذا بتقدروا اوكي، الشغله الثانيه يحافظوا على واقي الشمس ويضلوا يستخدموا كريمات في جواتها احماض فواكه وفيتامين سي، في هايلورينيك اسيد عشان تعطيهم ترطيب. مرضى زراعه الكلى كثير بدهم ترطيب وجسمهم كثير بيحتاج ترطيب، المرطبات المحتويه على ماده اليوريا مناسبه كثير لهم لانها بتحفظ المي بالجلد وتحسن طبيعه جلدهم. الله يشفي يا رب كل مريض. امين يا رب. دكتوري عم يسالوا انه هو لو تواصلوا معك على الخاص في ممكن تردي عليهم او كيف؟ يعني حسب وقتك. عموله دكتوره، دكتوره بجيب لك مليون سؤال على كل سؤال. عموله سؤالك على كل سؤال فاوتشر، مش راح نخلص. شوف قد ايه صارت الساعه، يلا معاكم كمان ثلاث اسئله، يلا اسالوني. هو هذا سؤالهم كان، انه هو لو بعثوا لك على الخاص هل في مجال انه انت تردي او لا؟ اي واحد من الاسئله. هلا ما عندي مشكله ارد، بس المشكله بالوقت، يعني ما بقدر اوعد بصراحه 100% لاني بخاف اخف، فانا ما بحبش اوعد شيء الا لما اكون عن جد راح اعمله، لانه يعني صفحتي على الفيسبوك وعلى الانستغرام، اذا كان سؤال ميجر لا ميديكال يسالني ما في مشكله، وبحاول قد ما بقدر اني اجاوب. بس للامانه يعني ممكن يوصلني مثلا باليوم من مرضى مثلا الاقي هيك 56 57 مسج بعد العياده، كل سؤال جريد بيكون، ف
فوالله الواحد بيرجع مرات من العيادة مش كثير مجمع من كتر ما بيكون يعني معطي من. فبوعدكم بإذن الله أني رح أرجع أعمل معكم كمان لقاء وكوني مجمعة ربا كل الأسئلة اللي بتخطر على بالكم، وممكن أنت مثلا تحدد أنه هل قد بتحتاج وقت ونصير نعمل سيشن. أنا بكون مبسوطة إذا أنتم بتستفيدوا. والله والله دكتورة جاهزة، يعني إحنا مش احتكار لا سمح الله، بس إحنا دكتورة شذى العبودة إحنا هيك حننسبها للبي اتش ان، يعني لار بي سيز أكاديمي يعني لإلنا. فدكتورة توقع إنه إحنا حنكون في عندنا كتير لقاءات، المواضيع دكتورة. ما شاء الله ما بتخلص. دكتورة شذى بدهم لقاء كل شهر يسألوك فيه. شوف أنا ما عندي مشكلة أبدا إني ألتقيكم بالشهر مرة وتكونوا مجمعين كل الأسئلة المهمة، وبالعكس يعني حلو اني اسمع منكم وتسمعوا مني، وانا بحب اشوف شو الكونسيرنز اللي بتكون عندكم وشو الكومن كويستشنز اللي بيوصلوكم سواء انتوا او من المرضى. دكتوره انا بدي ابشر بس معلش دكتوره عمر بس اخر شيء احكي. قولي يلا. احنا عارفين انه الانجكتبل البوتوكس والفيلر وهالاشياء شوي يمكن غاليه، هلا كشخص متواضع لطالبه عاديه ايش بتنصحي مواد طبيعيه او اشياء بسيطه انه باسعار بسيطه انا اقدر ادلل حالي فيها كأنثى؟ يعني كيف ارطب بشرتي؟ شو اعمل اشياء ممكن انا تفيد هاي الاشياء بدون تكلفة؟ الاجراءات التجميلية عكس ما بيعرفوا الناس انها كلها غالية، لا مش كلها غالية. مثلا انا عندي خط الكشرة هاد كتير قوي، لو بدي احط الاشياء هيك حط علي مش راح هذا خط الكشرة الا لأعمل بوتوكس. فمثلا انا عندي مشكلة بالكشرة، بعمل بالسنة مرتين بوتوكس، كلفة البوتوكس لمنطقة الكشرة 50 يونت تقريبا 50 دينار، إذا قل عضلتها 30-40 دينار، هدول بالسنة مرتين مش إشي كتير، لأنها ممكن كريمات تكون كتير 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 أغلى وما تعمل لها هاي المشكلة، ما تحل لها المشكلة. فبعض الإجراءات التجميلية ضرورية لأعمار معينة، من سن 30-50 حاولوا تعملوا بوتوكس لو بجرعات قليلة. إحنا بنعمل ميني بوتوكس ومايكرو بوتوكس وبوتوكس لعضلات معينة أجزاء، مش شرط بوتوكس كامل. اوكي ونعمل بوتوكس كامل، فنحن ممكن نخليه افوردبل لإلك. الشغلة الثانية المهمة الفيلرز مش كتير مهم، اوكي السكن بوسترز حلوين وممكن نستغني عنهم اذا نحن اتبعنا روتين منيح. الروتين للبشرة كالتالي، كل حدا لازم يعرف نوع بشرته. بشرة الجافة هي بشرة عادة بيكون فيها جفاف، البورز فيها قليلة جدا جدا جدا، فيها عليها قشب نوعا ما، التجاعيد بتكون فيها اوضح، اوكي هاي بنسميها البشره الجافه. البشره المختلطه بيكون فيها على التي زون عاده دهنيه، يعني في مسام في زوان، اوكي البشره باقيها كويس. البشره العاديه انا بشرتي عاديه مثلا بيكون فيها البورز قليله نوعا ما، اوكي الاختلاط فيها كتير قليل وهي من البشرات الكويسه لانه ما فيها المشاكل. البشرات الدهنية بيكون فيها البورز أو المسام كتير واسعة بتكون تزيت، يعني المريض بيجي بيحكينا أو المراجع أنا بشرتي الصبح بقوم هيك بمسح عنها الزيت، أوكي هاي بشرة دهنية. بنختار الغسول المناسب لبشرتنا والصيدلاني بيقدر يساعدنا أو طبيب الجلدية إذا منمر عليه. الشغلة الثانية بعد ما نغسل وجهنا بنحط مرطب خاص بالبشرة، بشرتهم دهنية يحطوا جل أو جل كريم أو لوشن، اللي بشرتهم مختلطة بتعاملوا زي الدهنية بنحط جل أو جل كريم أو لوشن. بشرتهم جافة لازم يستخدموا كريمات، أوكي ممكن يستخدموا حتى مراهم بالليل يحطوا على وجههم عشان يقللوا الجفاف. بعد ما نغسل ونرطب، إذا كانت بشرتي مختلطة أو دهنية ورطبت، أوكي ممكن الأماكن اللي كتير فيها مسام عالية أحط عليها تونر عشان أضيق المسام، بعدين بحط واقي الشمس المناسب إلي وبطلع. بالليل بقسم الأيام، ممكن أستعمل يومين أو ثلاثة بالأسبوع خاصة إذا بشرتي مختلطة أو دهنية أو حتى عادية أشياء فيها أحماض فواكه أو فيتامين إيه لأنهم أنتي إيجينز على المدى البعيد، والأيام الثانية تكون هايلورينيك أسيد وكريمات فيها ترطيب. إذا كانت بشرتي كتير جافة بخلي كل الأيام فيها هايلورينك أسيد أو فيها ترطيب. أوكي وعادة طبيب الجلدية بيساعدك لو كمرة أولى أو تانية على إنك تختار الروتين الأنسب لبشرتك. الله يعطيك ألف عافية دكتورة. الله يعافيك. مش عارفة يعني صدقا أنا سواء على الخاص ولا على الجروب عم تجيني أسئلة ما شاء الله، يعني إحنا بس بدنا وعد من حضرتك إنه إحنا نرجع يتجدد اللقاء مرة تانية. يكون بيور دكتور شذى العبودة هيك يعني ما شاء الله جميع المحاضرات كانت ممتازة، بس يمكن هاي المرة إنه إحنا في عنا كتير أسئلة واستفسارات عن المواضيع الجلدية تحديدا، يعني ف
إن شاء الله بإذن الله ما في مشكلة أبدا، وبالعكس أنا بتشرف فيكم، وإن شاء الله مننسق هيك أيام. هلأ هي فتحة العيادة إشي شوي صعب للأمانة هاي الأيام، بس لا مرة بالشهر إشي كتير مناسب، إن شاء الله مندبر هيك يوم نصير نجمعوا لي الأسئلة، وبالعكس يكون open discussion يعني نحدد ساعة بإذن الله إن شاء الله. كانت معنا الدكتورة شذى العواودة، اختصاصية الجلدية والتجميل الطبي والليزر، عضو في الجمعية الأوروبية لأمراض الجلدية والليزر، وحاصلة على المرتبة الأولى في البورد الأردني في الأمراض الجلدية والليزر. يعني دكتورة تبارك الرحمن، إحنا شو ما نحكي رح نضلنا يعني مقصرين بحقك، ما شاء الله أعطينا من وقتك الثمين، تأخرنا شوي عليك اعذرينا، بس ما شاء الله محاضرة رائعة، حضور جدا أروع. شو شكرا دكتورة شذى العبابدة. نرجع بنذكر إنه هاي هذا اللقاء كان برعاية مستودع أدوية ابن خلدون، فشكرا شكرا لكم كثير، وأنا تشرفت فيكم. معلش ما تطلعوا، ما تطلعوا حتى لو الدكتورة شذى طلعت، لأنه لسه في عندنا سحب، معلش خليكم. يعطيك العافية دكتورة شذى.